ولكنكم لا تشربون. حفظتم فرائض عمري وأعمال بيت أخاه، سلكتم مثلهم في المعاصي، فإلى الخراب أسلمكم وأسبيكم شرقا في الأرض فتحملون عار شعبي. الأصحاح السابع. ويل لي، صرت أنا الآن كمن يجني ثمار الصيف وبقايا قطاف العنب. هنا الشعب بعد ما سمع شكوى الرب عليه، الشعب بيحاول يدخل في حالة فحص ضمير، بيحاول يفهم ايه اللي حصل جواه. فحيقول ويل لي، صرت انا الان كمن يجني ثمار الصيف وبقايا قطاف العنب، فلا عنقود اكله بعد ولا بكورة تين اشتهيها. باد الصالحون من الارض وما في الناس مستقيم، جميعهم يكمنون للقتل وكلهم يصطاد اخاه، يصطادوه بخروم الشباك، يطيب لايديهم الشر. الرئيس يطلب الرشوة والقاضي يقضي بالأجرة، وكبيرهم يفعل ما يهواه. الصالحون فيهم كالعوسك والمستقيمون كشوك السياج، يوم حسابهم وعقابهم جاء، هيهات أن يجدوا مخرجا. لا تأمن صديقا لك ولا تطمئن إلى صاحب، احفظ مداخل فمك ممن تنام في حضنك. الابن يستهين بأبيه والابنة تقوم على أمها، والكنة أيضا على حماتها، أعداء الإنسان أهل بيته. أما أنا فأخلص للرب وأنتظر الإله مخلصي، إلهي الذي يسمعني. لا تشمت بي يا عدوي، فإني إن سقطت أقوم، وإن جلست في الظلمة فالرب نور لي. أحتمل غيظ الرب لأني خطئت إليه، حتى يدافع عن دعواي ويعمل على إنصافي ويخرجني إلى النور، فأحدث بعدله. يرى عدوي ما جرى فيغمره البؤس الشديد. أما قال لي شامتا، إلهك الرب أين هو؟ فتحدق إليه عيناي كوحل يداس في الأزقة، يوم يبني الرب أسوارك ويوسع يا أورشليم حدودك. يجيء أعداؤك إليك من أشور ومدائن مصر، من مصر إلى الفرات يجيئون، ومن الجبال إلى أقاصي البحر، والأرض تقفر من سكانها نتيجة شر أعمالهم. ارعى شعبك بعصاك، شعبك غنم ميراثك، الساكنين وحدهم في الوعر في وسط جبل الكرمل. ارعهم في باشان وجلعاد كما في الأيام القديمة. أرنا عجائبك يا رب كيوم خروجنا من مصر، فينظر الأمم خائبين بكل ما لهم من جبروت، يضعون أيديهم على أفواههم يضعون أيديهم على أفواههم، وتصاب آذانهم بالصمم. يلحسون التراب كالحيات، كحشرات تزحف على الأرض. يخرجون من حصونهم إلى الرب ويرتعدون من إلهنا خائفين. من مثلك ينسى ذنوبنا ويعفو عن كل معاصينا؟ نحن بقية ميراثك، لأنك يا رب تحب الرحمة ولا تحفظ إلى الأبد غضبك. الرب يربع ويرحمنا ويستر لنا ذنوبنا، وفي أعماق البحر يطرح جميع خطايانا. أظهر ليعقوب أمانتك ولإبراهيم رحمتك يا رب، كما أقسمت لآبائنا منذ أيام القدم. شفنا واحد من أقوى نصوص الأنبياء، هذه المرافعة اللي ربنا بيقدم
للشعب نوع من كشف حساب. الله بيقول لإسرائيل أنا عملت معكم إيه؟ تصرفاتي معكم كانت إزاي؟ عجائبي في حياتكم كان شكلها إيه؟ وربنا لما بيدخل في نوع من العتاب مع شعبه بيحب دايما إن يكون فيه شهود. الشهود دايما هم عناصر من الطبيعة، عناصر من الطبيعة اللي دايما موجودة بيشاهد غالبا السماء والأرض، بيشاهد الجبال، بيشاهد عناصر من الطبيعة حية ثابتة وكأنها كانت شايفة وسامعة وحاسة بكل اللي ربنا بيعمله مع شعبه طول العمر لطول الأيام. وقول لهم هجيب مين إذا كان شعبي ابن اللي أحببته بيعمل معايا كده؟ أروح أجيب الشعب الغريب عشان يشهد عليه؟ انتبهوا، الله في محبته ما بيشهدش على أولاده الغرباء لأنه ممكن يظلموه. الله بيشهد عناصر من الطبيعة، وعناصر الطبيعة هي نوع من كتاب مفتوح يعلن عجائب الرب. الطبيعة لا تنطق بالكذب، الطبيعة ما بتتلونش، تتجاوب مع السيزنز، مع العصور اللي هم الفصول، انه مواسم. في الشتاء الشجر بيقلع ورقه وبيفضل كده في حالة من كأنه في حالة جفاف، لكن مع الربيع يرجع يستقبل الحياة ويعطيها. كأنه الطبيعة، كأنه الكون، الخليقة أكثر حساسية لعمل الله، أكثر أمانة للي ربنا بيقدمه، أكثر تجاوب مع احتياجات الطبيعة مع إنها تبقى حقيقية مع نفسها. شعب الله لا، شعب الله بيعمل تقريبا عكس اللي ربنا عمله معاه وبينتظره منه. فعلشان كده بيبتدي ربنا في هذا المقطع بيقول اسمعوا، وبيقول للنبي اللي هو مكلف ان ينقل كلمة وارادة الله لشعبه في هذه الحالة ميخا، في حالات تانية ارمية، في حالات تانية يهوشع ويشوع واشعياء، بيقول قوم ارفع دعوة، كأنه النبي هو المحامي. ولتسمع الجبال والتلال صوتي، اسمعي يا جبال دعوة الرب ويا سهول الارض الخالدة. خالدة عايز يقول لها انت موجودة من الازل وانت شايفة عليك مش الشعب، وعليك عملنا مسيرة مع بعض انا وشعبي، وانت تقدر تحكمي بيننا. يقول الرب معاتبا، والكلمة دي كلمة رائعة. الله بيعاتب، ممكن يبقى مجروح، يبقى تعبان، يبقى متألم، لكنه لا ينغلق. كتير مننا للأسف أول لما بتجرحوا أو بيتعبوا بنقفل على طول، بنعمل زي القنفل كده، ندخل نتكمش على نفسنا ونطلع شوكنا بره. ربنا لا، ربنا بيتجرح، وزي ما بيقول جرحته في بيت أحبائي. وأكتر جرح بيبقى جرح الناس اللي الانسان حبوهم وقدم علشانهم حاجه. فرغم ذلك بيعاتب، والعتاب مش هدفه انه يعمل حيثيات الحكم. انتبهوا، الله مش بيعمل حيثيات الحكم، هو مش بيثبت لهم كذا وكذا وكذا وكذا، فاذا انا عملت معاكم كذا وعملت معاكم كذا وعملت معاكم كذا وانتوا تصرفتوا بالطريقه دي، يبقى اذا انتوا تستاهلوا كذا. مش دي الطريقه. الطريقه هو تخيلوا قلب ام بتحاول تفهم ابنها العاق شوية اللي مش، وبتحاول تقول حبيبي انا عملت معك كده وعملت معك كده وعملت معك كده وعملت معك كده ورحت وجيت وسهرت وعملته، كان ايه تاني لازم اعمله ما عملتوش؟ طب لما انا عملت كل ده انت ليه مش حاسس؟ ليه مش فاهم؟ ليه مش بتتجاوب؟ ليه مش بتعمل؟ انا مش عايزة منك حاجة.
الام لما بتقول ده مش بتعمل حيثيات علشان تقول لابنها وبالتالي لن تبني ولا نعرفك، وبالتالي محروم من الميراث، وبالتالي هقطع رقبتك. ما فيش حد بيعمل كده. والله بيعمل نفس الطريقة. الله هو هذا الأب الحنون، هذه الأم المربية. ماذا فعلت بكم يا شعب؟ عملت لكم إيه؟ هل كنت عال عليكم؟ في شيء من التورية هنا بيحضر. أنا فعلتكم في حاجة؟ أنا كنت عال عليكم؟ هو غالبا مين اللي بيبقى عال على مين؟ الابن بيبقى عال على أهله، الشعب بيبقى عال على إلهه. أنا عملت منكم، أنا طلبت منكم إيه؟ لا طلبت منكم محرقات ولا ذبائح ولا، انتوا 40 سنة في البرية يا بني اسرائيل ما رفعتوليش ذبيحة وما تصيبش عليا وما عتبتش عليكم، ما عنديش مشكلة، مش مهم. فماذا فعلت بكم يا شعب؟ هل كنت عالة عليكم؟ اجيبوا، اصعدتكم من ارض مصر، من دار العبودية افتديتكم، ارسلت امامكم موسى وهارون ومريم. احداث الخروج، الاحداث المفرحه، الاحداث اللي فيها عجائب الرب رائعه. الا تذكرون يا شعب، فاكرين فاكرين يا اولاد اللي حصل؟ الا تذكرون كيد بلاق ملك مؤاب وجواب بلعوم، مش بلعوم بلعام ابن بعور، عبوركم من شطيم الى الجلجال لتعلموا فضل الرب. كل الصعوبات والمآسي والمعارك اللي انا خطها معاكم وبالنيابه عنكم وبدلكم عشان ارفعكم لتعلموا فضل الرب عليكم. انا مش عايز حاجه، بس اعرفوا قد ايه انا بحبكم، مش عايز اكتر من كده. بماذا اتقدم الى الرب؟ هنا هيرد الانسان بقى، واكافئ الله العلي. ابي محرقات، الله عمل كده، طب انا اعمل ايه؟ اقدم له محرقات بعجول حليه مسمنه يرضى بالوف الكباش، الكثير من الزيت الطيب، خيار الزيت، ابذل بكري عن معصيتي، ثمرت بطني عن خطيئتي، اقدم له ابني وابن البكر. اكتبوا ابن البكر في الكلام عن يسوع، انا اللي هقدم ابن البكر عشان لما تكتمل الازمنه. اخبرتك يا انسان ما هو صالح وما اطلب منك، انا مش عايز ولا حاجه من كل ده، بس انا عايز حاجة شخصية. انا مش عايز حاجة تطلع من جيبك، انا عايز حاجة تطلع من قلبك. انا مش عايز حاجة جاية لك من برة وتفضل براك، انا عايز حاجة من شخصك، من كيانك، من فكرك، من قلبك. وما اطلب منك، انا الرب، ان تصنع العدل وتحب الرحمة وتسير بتواضع مع إلهك. بلاش تفتكر نفسك أنت الإله وأنا العبد. فإذا هذا الإحساس، الإحساس الرائع، هذا الحوار المتبادل بين الله وبين شعبه، هذا النداء اللي فيه نوع من صعبانية، يعني ربنا عاشم، ربنا صعبان عليه، لكن مش بيحط دي كلها كمقدمات زي ما بقول علشان يصدر حكم، حكم بالموت، حكم بالقتل، حكم بالاباده، حكم لا، انا بس بوريكم قد ايه انا احسن منكم، واحسن منكم مش علشان تتكسفوا على انا ادمكم، لكن احسن منكم علشان ترجعوا تفكروا وترجعوا ذاكرتكم. وهنا الذاكره في تاريخ اسرائيل، الذاكره في الفكر الكتابي، ما هياش ذكريات. الذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان، زمان كان الناس بيكتبوا، ما هياش مجرد استرجاع الى ذاكرة لحدث مضى. الذاكرة، التذكر في بني اسرائيل هو استحضار الحدث ومعايشته من جديد. بالضبط كده، وده اللي بيقول دايما اصنعوا ماذا، متى اكلتم وشربتم هذا الخبز واكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذا، تصنعون هذا لذكري، اصنعوا هذا لذكري. المسيح لما بيقول اصنعوا هذا لذكري، مش مجرد ابقى افتكرني، حاول تفتكرني. الاغنيه اللي مش عارف مين بيقولها، مش عارف، حد من الجماعه الكويسين،
القضية مش ابقى افتكرني لو مريت مش عارف فين، اه زمان كان في مش عارف مين ورحنا فين وعملنا ايه وهنا شربنا قهوة وبعد كده شربنا عصير وبعد كده وقعنا في الترع. مش دي القضية، القضية اكبر من كده. القضية ذكرون، الكلمة العبرية ذكرون، يتذكر الحدث ويعيش مضمونه، يعيش معنى يحيي الذكرى. يحيي الذكرى يعني انه الشخص ده مش من انسان، مش مات وده فنان، هو مازال حي معانا. وهنا الروح القدس قادر على احياء الذكرى، على انه يخلينا نعيش نفس الحدث، حدث الالام، حدث الصليب، حدث القيامة من جديد، حي لنا. كل مرة نجتمع حول المائدة، حول الافخارستية، حول القداس، المسيح جه حبينا، عاش، مات، قام علشان. للأسف احنا بنبقى تايهين في 100,000 هم وهم وشغلة وشغلة وما احناش مركزين على الجوهر ده، عشان كده بنطلع بقليل قوي، عشان ما اقولش بنطلع صفر اليدين يعني. وبعدين بيرجع يقول ربنا اصلا انا عايزكم تعملوا الرحمة، تحبوا الرحمة وتحبوا العدل وتصيروا بتواضع قدام إلهكم. ليه؟ علشان في مشاكل كده مش عجباني، في شوية حاجات مش ماشي الحال بتاعها. بيقول لهم كده صوت الرب ينادي المدينة والعون لمن يخاف اسمه، فاسمعوا أيها الراحون الرائحون الغادون، اللي رايحين واللي جايين اسمعوا بقى الكلام للكل. هل أنسى كنوز الشر؟ انتوا مش بتعملوا الشر كده عفوا او غصب عنكم، او دي انتوا عملتوا كنوز من الشر. هل أنسى والقفف المملوءة بالباطل؟ هل أبرر موازين النفاق وكيس معايير الغش؟ الأغنياء، الأغنياء امتلأوا جور، يعني مش بس غني ده ظالم كمان. والأوباش نطقوا بالزور، تفوهت ألسنتهم بالمكر. لما عملتوا كده طب أعمل إيه؟ أقعد أتفرج؟ أسيب الغني يزداد غنى فاحش وبالظلم؟